مرحبا بكم مشاهدين الأكارم إلى موقف إخباري. نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالية القيادي في حزب الأمة القومي وأحد رموز الوطنية المخلصة في البلاد السيد عبد الرسول النور والذي وافته المنية اليوم الجمعة. مجلس السيادة إذ ينعيه إنما ينعي فيه تجرده وإخلاصه في خدمة الوطن والمواطنين. لقد عمل الفقيد حاكما لإقليم كردفان ووزيرا للصناعة في عهد الديمقراطية الثالثة فضلا عن عطائه في مختلف ضروب العمل العام. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في سياق متصل، نعت الأمانة العامة لحزب الأمة القومية القيادي والهرم الأنصاري ورمز الوطنية الكبير الحبيب عبد الرسول النور والذي انتقل إلى رحمة ربه صباح اليوم الجمعة بعد مسيرة حافلة بالعمل الوطني. شغل الراحل حاكما لإقليم كردفان ووزيرا اتحاديا منافحا عن مشاريع الحق والتحول الديمقراطي، إذ تنعاه الأمانة العامة لحزب الأمة القومي إنما تنعي أسرته وذوي الأنصار في كافة بقاع السودان. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله قبولا حسنا. قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 3 من الثوار المحتجين ارتقت أرواحهم أمس نتيجة إصابتهم بالرصاص، 2 منهم بأمدرمان وآخر بشرق النيل، وإن أكثر من 80 آخرين أصيبوا في التظاهرات التي خرجت أمس في محليات الخرطوم المختلفة وعدد من الولايات وتحمل شعارات الردة مستحيلة ولا شراكة ولا تفاوض. بينما أكدت قوات الشرطة مقتل متظاهرين بأمدرمان أن مقتل متظاهرين بأمدرمان وإن الشخص الثالث قتل بطلق نار خارج نطاق تظاهرات بشرق النيل. وأوضحت قوات الشرطة في بيان لها أن تظاهرات المتظاهرين عن السلمية حيث حدثت حالات تعدي وعنف تجاه القوات النظامية المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات. وذكر البيان أن قوة مشتركة في شارع 40 تعرضت إلى إطلاق نار من مبنى تحت التشييد ونتج عن ذلك إصابة فردين إضافة إلى طاقم عربة شرطة. وذكر أن عدد الإصابات وسط قوات الشرطة بلغ 50 إصابة وأربع إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة وإتلاف عدد 11 مركبة الشرطة. وتم القبض على 60 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص. تلقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفيرة موليفي، ناقشا تطورات وتعقيدات الوضع الراهن بالبلاد عقب استقالة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. وأكد عضو مجلس السيادة الجهود الجارية لحل الأزمة عبر إجراء حوار شامل وتوافق القوى السياسية والمكونات الأخرى على إدارة الفترة الانتقالية والاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس الوزراء الجديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأعجل ما يمكن لسد الفراغ في الجهاز التنفيذي. من جانبها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفيرة موليفي استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيين بتسهيل أممي للتوصل لتوافق وطني لا يقصي أحد ويضمن مشاركة فئات المرأة والشباب. عقب وصوله إلى مطار الخرطوم، أكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية إن الزيارة تهدف للإطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه والاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. نحن جينا عشان نفقد الأوضاع الموجودة ونناقش مع جهات الدولة. آسف التوجيه رئيس سير بكير. نحن السودان منطقة استراتيجية مهمة لدول الإقليم وبخاصة بدول جنوب السودان. نحن كل أحيانا المشترك مع بعض مهم السودان مهم جنوب السودان. ونحن بعد الأوضاع اللي حصل في السودان بعد قرارات والناس وصل لاتفاق طاري بعد فاجأنا باستقالة رئيس الوزراء. ونحن جايين عشان نشوف الترتيبات الماشي في السودان. حنا السودان بلدنا بهمنا استقرار السودان والأمن السودان. وعشان كده وصلنا رئيس ونناقش كل ما رسالة الرئيس مجد السيادة ونائبه وبعدها التشور كيف في سيادة أم السلام جبل السلام والطرف اتفاقية السلام. ونحن إن شاء الله نحن زيارنا الخرطوم نناقش كل قضايا
ما تعلق الأساس السياسي علاقة بين دولتين والأوضاع الموجود في السودان. دعا عدد من مشاركي القيادات بجبهة موني أفريكا نحن الأفارقة إلى ضرورة نبذ خطاب الكراهية والعنصرية الجهوية في أوساط المجتمع السوداني، وأكدت أمينة المرأة والطفل بموني أفريكا خالدة حسين إبراهيم خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الذي استضافته منبر طيبة بريس أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد سببها نشر خطاب الكراهية والتمييز العنصري، مطالبة بضرورة رفع التوعية ونشر ثقافة السلام والتسامح بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية بالبلاد، داعية إلى ضرورة وحدة الصف الوطني وإحداث التوافق الوطني لفك حالة الاحتقان والعبور بالفترة الانتقالية إلى نهايتها وصولا للعملية الانتخابية التي يشارك فيها كافة أبناء السودان. تمكن جهاز الأمن والمخابرات العامة بولاية النيل الأبيض من ضبط خلية إرهابية بمدينة كوستي بحوزتها عدد من الأسلحة والذخائر كانت مهربة عبر مجرى نهر النيل الأبيض في طريقها إلى ولاية الخرطوم. وأشاد الشاذلي خالد إبراهيم أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض الوالي المكلف ورئيس لجنة أمن الولاية بالدور الذي يطلع به جهاز المخابرات العامة في محاربة المهددات الأمنية، وتشمل الضبطية 15 سلاح كلاشينكوف وأكثر من 90 خزنة سلاح. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.